بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 13 من سلسلة دروس تعليم المتعلم طريقة التعلم للشيخ الزروجي رحمه الله، ووصلنا إلى قوله فصل في الورع في حالة التعلم. تفضل. فصل في الورع في حالة التعلم. روى بعضهم حديثا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يميته في شبابه، أو يوقعه في الرساتيق، أو يبتليه بخدمة السلطان. نعم، يعني الورع يعني أن يترك الإنسان مواضع الشبهات، وأن يعني يترك شيئا من الحلال خشية الحرام، الأشياء الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا فهذا التورع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التورع فيما يرضيه جل جلاله. الرساتيق هي البساتين، يقصد يعني أنه يشتغل بالفلاحة والزراعة وكذا ويترك العلم، هذا قصده يعني، والله تعالى أعلم. يعني فهذه يعني من البلاء، انتبه جيد. موت في الشباب واضح، يوقعه في الرساتيق يعني يشتغل في الزراعة والفلاحة ونحوها ويترك علم، أو يبتليه بخدمة السلطان، فهذا من البلاء. الصالحون كانوا يعودون من البلاء، أن يكون سامع السلاطين هذا من البلاء. نعم، في إذا كان في خدمتهم، أما إذا كان يدخل إليهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فهذا لا حرج فيه. نعم. ومن الورع الكامل أن يتحرز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع، ويتحرز عن أكل طعام السوق إن أمكن، لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة، وأبعد عن ذكر الله وأقرب إلى الغفلة، لأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء منه فيتأذون بذلك فتذهب بركته. يعني هذا حقيقة يعني في كل مكان، لأن هذا الإنسان في بيته الطعام إذا فسد يعني يلقيه، وغالبا لا يفسد في بيته، أما في السوق يطبخ طعاما كثيرا. وأنا والله أفكر في هذا كثيرا، حينما أمر على المطاعم في الصباح وأنظر إليها وأرى كمية الطعام هذا، يقول معقول هذا يبيعه كله؟ قطعا لن يبيع كل هذا الطعام، فماذا يفعل؟ غالبا يخزنه للغد، فالطعام هذا المخزن لا يكون نفس الفائدة، ويعني ربما يكون مدة أطول. فهو يقول يشخر بالخباثة والنجاسة، النجاسة عدم الاحتياط، عدم الاحتراز، لماذا؟ يعني كميات كبيرة، فلا يهتم الإنسان كما يهتم في بيته. وبعضهم يغش كثير، نسأل الله السلام والعافية، كثير من هؤلاء أهل السوق الغشاش، يعني ذبيحة ماتت عنده أو كادت تموت هكذا، فيها شبهة هكذا، كثير منهم يعني لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يأكل هذا الطعام فيكون الإنسان يعني قدر المستطاع، ليس يعني واجبا، ليس واجبا، لكن يعني الإنسان يحتاج قدر المستطاع هكذا، يعني من هذه النصائح الصالحين. نعم. الله، قال ماذا؟ أبعد عن ذكر الله، يعني هذا مواضع غفلات خاصة في البلاد هذه التي نعيش فيها، أحيانا يكون في منكرات في الأسواق، وأيضا أبصار الفقراء تقع عليه، خاصة أطفال الصغار قد ينظر لا يستطيع أن يأكل، فهذا تذهب بركة الطعام. نعم. وحكي أن الإمام الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل كان في حالة تعلمه لا يأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن في الرساتيق ويهيئ طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة، فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساخطا على ابنه، فاعتذر ابنه فقال: ما اشتريته أنا ولم أرض به، ولكن أحضره شريكي. فقال له أبوه: لو كنت تحتاط وتتورع عن مثلي لم يجترئ شريكك على ذلك. يعني في مدارس، أحمد الله تعالى، في هذه المدارس غالبا الطعام يصنع في المدارس، وناس يعني يعبدون الله يذكر الله تعالى. وفي مدارس رأيت بعيني يعني ختم يعني كل يوم، يعني في مدارس هذه، في مدارس المحمودية أنا رأيت بعيني يعني كل يوم الماء الذي يخبز به العجين، الذي يعني يعجن به العجين يذكر الله تعالى عليه، ويكون بعد انتهاء الختم، يعني يؤخذ هذا من الختم مباشرة إلى
إلى يعني المخبز، الطعام كذلك. فهذه فائزة فائدة هذا في أسرار طعام، في هذا جربته بنفسي، أنا بنفسي جربته يعني الطعام يعني أحيانا يعني قد خاصة في يكون في أماكن معينة في سفر في غيره يضطر للطبخ، فوجدت الذكر أثناء الطعام يغير حتى من طعمه. هذا جربه هكذا. بعض الناس يقول من هذا تتجب الناس يشتهون الطعام، ويعني لأنه هذا الكون فيه أسرار، في شياطين تطرد، ربما تكون شياطين تطرد ممكن جدا، الشياطين تألف الأماكن النجسة، الأماكن كذا القديمة كذا، فربما يذهب البلاء. وعلى ذكر الله تعالى خير، ذكر الله خير. والآن هناك أبحاث تقول على أن الكلمة تؤثر في الماء في السوائل، تقول كلمة طيبة عند هذا الماء يكون الطعام طيبا، تقول كلمة خبيثة يكون خبيثا وهكذا. نعم، فنعم. رأيت أحد الناس الصالحين والناس يستغربون، طبعا هذا الرجل يعني هو لم يعش في بلاد المسلمين، وولد من أبوين كافرين، هو أستاذ جامعي كبير في جامعة أمريكية في جامعة هارفارد. حينما أسلم منذ زمن بعيد الحمد لله رب العالمين، وحسن إسلامه، فكان حريصا أشد الحرص على هذه النصائح التي ترونها سهلة أنتم. كان يحضر طعامه معه، يسافر من بلد إلى بلد وطعامه معه، لأنه يعرف أصل هذا الطعام وفصله ومن أين جاء وماذا فيه. فكان يعني لا يشتري الحليب إلا من شخص ذاكر، شخص يذكر الله تعالى. ليس الأشياء فرض، لكن هذه الأشياء ثبت بالتجربة أن لها فوائد. نعم. وهكذا كانوا يتبرعون، فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي اسمهم إلى يوم القيامة. يعني الإمام النووي رحمه الله مثال يحتذى في هذا الأمر، الذي لم يأكل من فواكه دمشق ولا من ثمارها لأن اختلاط الأوقاف فيها بغيرها، وكان يأكل من حورانية الطعام هكذا في الأسبوع مرة ولا مرة ولا يعني حوران بعيدة مسافة القصر، فكل ما يأتي راكب من حوران يرسل أهله له من الطعام من خبز والتين والزيتون وكذا، فكان يأكل من هناك. فتح الله عليه هذا الفتح العظيم، لعله يكون هذا بالسر هذا. نعم. ووصى فقيه من زهاد الفقهاء لطالب العلم أن يتحرز عن الغيبة وعن مجالسة المكثار، وقال إن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك. نعم، يعني حقيقة هذا كثرة الكلام بدون فائدة، هذا الهذيان. يعني جرب يعني أشياء مرعبة. كان بعض البرامج هذه التي يتحدث بها الناس واتساب أو غيره وكذا، يرصد لك كم كلمة كتبت، بعضها أحيانا في بعض الخيارات يعطيك كذا، كان عندي برنامج يعطي عدد الكلمات التي كتبتها، فيقول أنت كتبت 50,000 كلمة، هو ولا كتبت 50,000 كلمة، هذه في طاعة الله أم في معصية الله أم في اللغو. إذا كان في الشرع وفي التشريع وفي الدين وفي طاعة الله سبحانه وفي تحبيب الناس بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام يكون في حسناتك، ولكن هذا المهذار المكثار الذي يكثر الكلام إنسان يبتعد عنه. نعم، لأن هذا قد يقصر العمر. وحقيقة يعني لو حسبت أنت كل يوم ساعة يعني كل 24 يوم ذهب يوم في السنة، ذهب عندك تقريبا حوالي 15 يوما من عمرك، العمر يمشي يعني يمضي هكذا. فهذه الساعات القصيرة، أذكر إحنا كنا في مصر لكن ليس في الهذر وكذا، في طلب علم، كان طريقي إلى البيت وعودتي حسبته في 6.5 سنوات المدة التي لبثتها في مصر تقريبا، وجدتها 6 أشهر، يعني أنا مضيت في الأوتوبيس ونحوه 6 أشهر، يعني كثير جدا جدا، هذا كثير جدا. نعم، فالعمر يمضي هكذا، لكن استغل هذا. الحمد لله ما كنت مضيع، يعني كنت أشتغل بشيء نافع. يعني إذا عندك بقية من الأوراد اقرأها، لم تنتهي من أورادك. إذا عندك، ليس دائما طبعا، أسأل الله يتوب علي، شيء من العلم تقرأ، يمكن أن تقرأ، لم تجد هكذا نفس صدرك منشرح للقراءة والعلم، اذكر الله تعالى، اقرأ القرآن، راجع أورادك وهكذا. نعم. ومن الورع أن يجتنب عن أهل الفساد والمعاصي والتعطيل، ويجاور الصلحاء فإن المجاورة مؤثرة، وأن يجلس مستقبل القبلة، وأن يكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
كل هذه من بركة العلم، كلها من ورع التبرع. نعم. ويغتنم دعوة أهل الخير ويتحرز عن دعوة المظلومين. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكانا شريكين، فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر. فقه يعني سبق غيره، وصار الفقه له سجية. فقه يعني صار الفقه له سجية. فقه 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 معناها صار الفقه له، هذه أفعال السجايا كرم شرف فقه، يعني صار الشيء له سجية، يعني صار فقيها بالنفس. نعم. ولم يفقه الآخر، فتأمل فقهاء البلدة وسئلوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما، فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة، والمصري الذي حصل العلم فيه، والآخر كان مستدبرا القبلة ووجهه إلى غير المصر. فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقه ببركة استقبال القبلة، إذ هو السنة في الجلوس إلا عند الضرورة. وفي الأثر خير المجالس استقبل فيه القبلة. والإمام الشعراني رحمه الله جعله من عهود المحمدية، قال أخذ علينا العهد العام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة. ويستثنى من هذا ما إذا كان في حلقة العلم والذكر ونحوه. فهناك الإمام الشعراني تعليل لطيف يقول لأن وجه المؤمن أفضل من القبلة. ففي الدرس وفي يعني مجلس الذكر استقبال المؤمن خير من استدباره، فالمؤمن حتى وإن كان تستدبر القبلة بهذا، تمام؟ فالمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى من الكعبة. بعض الناس يقول أنت تهول من شعائر الله، لماذا؟ لأن الدماء هانت عندهم جدا والمسلمون هانوا عندهم جدا، فحينما نقول له يعني هذا ماشي هذا 1000 مسلم يعني عنده سهل جدا، القبلة شيء عظيم من شعائر الله ومن حرمات الله، وهي مقدسة معظمة وحرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله منها كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا لاحظ هذا من الرصد عند علمائنا السابقين وأشياء. طب هناك في أسرار، لماذا هذا يفتح عليه وهذا لا يفتح عليه؟ وجد استقبال قبلة. لاحظ ما معنى استقبال قبلة؟ كم من العلماء والصالحين والأولياء متجهون إليها وأنت تعطي ظهرك لهم. الآن أنت الآن القبلة هنا، القبلة هنا ونحن هنا. كم في آلاف من العلماء والصالحين والأولياء والذاكرين والعابدين متجهون إلى هذه القبلة في صلاتهم في عبادتهم في خلوتهم في ذكرهم، وأنت الآن هكذا، فأنت تعطي الآن ظهرك لهم. هذا من معاني استقبال القبلة. فإذا كان الإنسان يحرص على استقبال القبلة، هذه قضايا بسيطة حاول نفسك عليها ستؤمن عليها. نعم. وببركة دعاء المسلمين فإن المصر لا يخلو من العباد وأهل الخير والزهد، فالظاهر أن عابدا من العباد دعا له في الليل. فينبغي لطالب العلم ألا يتهاون بالآداب والسنن، ومن تهاون بالأدب حرم. يعني غالبا سبحان الله المدن يعني يكون فيها علم وذكر وإعطاء عطاء أكثر من القرى. نعم. المعاصي متاحة في المدن أكثر، المعاصي في المدن متاحة أكثر، صحيح هذا، متاحة في المدن من قديم الزمان، لكن مجالس الذكر والعبادة والأولياء والصالحون أيضا يعني غالبا يكونون في المدن. ففي القرى والأرياف البواعث عن المعاصي قليلة، لكن استهتار في الشرع كثير، استهتار وتهاون في الدين، تهاون. يعني تدخل قرى تجد نصف القرية مفطر في رمضان موجود، وأيضاً في الفرات موجود، في البلاد يكون نصف القرية مفطر، ربما ثلاثة أرباع، يعني قللت النسبة كثيراً، ثلاثة أرباع القرية يقول يا أخي الحمد لله القرية بخير وأمان، والحمد لله ما عندنا المنكرات الموجودة في المدينة. كم عدد المصلين في قريتكم؟ 5%، 10%، صلاة، تهاون في فرائض الإسلام إلى يومنا هذا، نحن الآن في القرن 15 إلى يومنا هذا، تهاون في الصيام، تهاون في الصلاة، تهاون في الكلام، نعم، تهاون بالقذف، قذف المحصنات والمحصنين بسهولة في الشتام، يعني هذه كان يعني أسهل، الأذى من الماء
نعم. فينبغي لطالب العلم ألا يتهاون بالآداب والسنن، ومن تهاون بالأدب حرم السنن، ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض، ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. وبعضهم قالوا هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ليس حديثا، يعني يقولون هو من كلام عبد الله بن مبارك، من كلام الصالحين. فهذه الحارس، حارس الآداب، تحرس السنن، الحمد لله، السنن تحرس الفرائض، الفرائض تحرس الدين. حصل كل ما زال حصل، يعني الذي يلتزم بالآداب لا يقع في مخالفة السنن، والذي يلتزم بالسنن لا يترك الفرائض، وهكذا. نعم. وينبغي أن يكثر الصلاة ويصلي صلاة الخاشعين، فإن ذلك عون له على التحصيل والتعلم. وأنشدت للشيخ الإمام الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر، يعني يكثر الصلاة، أقلها يا طالب العلم أن تلتزم بالرواتب، وعيب كبير جدا جدا طالب العلم ما يلتزم بالرواتب، خاصة الرواتب المؤكدة التي لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة. سنة الفجر لم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها، حتى قيل واجبة، بعض الحنفية يقول واجب، بعض الحنفية ليس الجمهور، يقول واجبة. سنة الفجر قبلية، سنة الظهر قبلية، سنة الظهر البعدية، لكن البعدية أربعة غير مؤكدة واثنتان مؤكدة، العصر أربعة قبل العصر هذه غير مؤكدة. المؤكدة بشكل خاص يعني هذه لا تتركها أبدا، عود نفسك على هذا، المؤكد لا تتركه أبدا، وغير المؤكد يعني حاول قدر المستطاع أن تفعله، طبعا إلا لعذر، في سفر لكذا، لعذر عذر. نعم، هذا يعني أهون شيء في طالب العلم، أن الرواتب هذه لا يتركها أبدا، يحاول قدر المستطاع أن يقوم من الليل ولو شيء يسير، يحاول قدر المستطاع. الضحى حافظ عليها كما تحافظ على يعني على أعز شيء تملكه. هذه وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وصايا خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها صلاة الضحى. ومن مزية صلاة الضحى أنك في البداية تتعب فيها كذا أسبوع أسبوعين ثلاث، فإذا ما اعتدت عليها لا تستطيع أن تتركها، فيها مزية. هذه لم أجدها إلا في صلاة الضحى، أنا لم أجدها إلا في صلاة الضحى، الذي يحافظ عليها هي تحافظ عليه، لا يستطيع أن يتركها بعد ذلك. بس هكذا أنت في الأول عليك مطلوب منك أن تبدأ هذا، ثم بعد ذلك. وقد روينا عن سمعنا من شيوخنا الكرام نقل عن شيوخهم أن الذي يحافظ على صلاة الضحى يكون من السعداء في الدنيا، يكون من السعداء في الدنيا، الله يجعله سعيدا. من أسباب المحافظة على، ومذ سمعناها بفضل الله منهم لم نتركها بفضل الله تعالى، وهم قالوا لنا هكذا، مذ سمعوها من شيوخهم لم يتركوا هذا الكلام، يعني سمعتها من شيخنا الشهواب الزحيري رحمه الله، قال سمعتها منذ 25 سنة منه، قال يعني مذ سمعت هذا الكلام لم أتركها، وأنا أصليها منذ 40 سنة، فالحمد لله رب العالمين. الله سبحانه سمعتها منه وبفضل الله سبحانه وتعالى لم أتركها منذ ذلك اليوم، يعني منذ 25 سنة، يعني إلا لعذر طارئ هكذا، نوم أو كذا أو شيء عن الأعذار هذه. نعم، أما يعني نحافظ عليها، ونقول هذا الكلام نجد أن نستعين على المحافظة، نستعين على هذه الأشياء، فهي أشياء نافعة. نعم. وأنشدت للشيخ الإمام الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر بن محمد النسفي شعرا، كل الأوامر والنواهي حافظا وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا، واطلب علوم الشرع واجهد واستعن، بالطيبات تصر فقيها حافظا، واسأل من إلهك حفظك راغبا، في فضله فالله خير حافظا. وقال رحمة الله عليه، أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا، وأنتم إلى ربكم ترجعون، ولا تهجعوا فخيار الورى قليلا من الليل ما يهجعون. وينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه، وقيل من لم يكن له الدفتر في كمه لم تثبت له الحكمة في قلبه. فكيف من رزقه الله هذا جهاز لوحي مثلا هذا، وفيه كل شيء وأشياء كثيرة، يعني يستطيع أن يراجع الكتب، لكن لابد أن يكون رأس صغير، يعني اسمع نصائح العلماء، أشياء كذا التي يثبتها فوائد. نعم. وينبغي أن يكون في الدفتر بياض، ويستصحب المحبرة ليكتب ما يسمع من العلماء، يعني حتى يكون في ساعة. نعم. وقد ذكرنا حديث هلال بن يسار رضي الله عنه،
والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.